معايا على الهاتف استاذ اسامه مراد رئيس شركه امباور للاستشارات الماليه. استاذ اسامه مساء الخير. يعني هل شايف انه هذه القواعد الجديده لرفع الحد الاقصى او الغاء الحد الاقصى للايداع والسحب في البنوك، هل دي ممكن تخفف الضغط على موضوع الدولار ولا لا؟ بالقطع هي اول خطوه ايجابيه في طريق التحرير، وده اللي احنا قلنا فيه. يمكن فاكره لما قعدنا في البرنامج في مرحلة التغيير كنا قلنا ان ده المتوقع، ان رفع حد الاقصى للايداع والسحب ده اول حاجة، لان ده هيرجع الثقة تاني، ولازم يبقى المواطن او المودع متأكد انه لا رجعة في هذه القرارات، عشان بدل ما الناس مخرجة العملة الصعبة خارج الجهاز المصرفي ترجع تاني الناس تحطها داخل الجهاز المصرفي. بس احنا هنا بنتكلم على الافراد مش بنتكلم على الشركات، وبالتالي الشركات لسه عندها نفس المشكلة. هي خطوة أولى، وأتوقع أنه يتم الرفع على الشركات، لأنه أعتقد أن البنك المركزي أكيد قادر متابع أنها مدام اتفتحت للأفراد يبقى الأفراد هنجمع وندخل، وإحنا مصلحتنا أن احنا نسهل للشركات أكثر ما احنا نسهل للأفراد، عشان عملية الصناعة والاستثمار والتجارة عموما عشان لا نصاب بالركود. هل متوقع انه ده هيخفض الضغط على الدولار، بمعنى ان احنا ممكن خلال اليومين الجايين نشوف اسعار في السوق السوداء تنخفض شويه؟ مش لازم خلال اليومين الجايين، اعتقد انه لازم يتبعه يا قرارات اخرى، يا ضخ كميه من الاموال جيده عشان المستثمرين والتجار يبقوا شايفين انه الدنيا ماشيه على الطريق الصحيح. ماذا عن قواعد الاستحواذ، تمويل الاستحواذ رأيك فيها ايه؟ القواعد بالنسبة لي فيها اجزاء غير مفهومة، انه احنا بنحط قواعد اما يكون في شكوى من حاجة معينة. احنا عندنا عملية استحواذ واحدة هي اللي جارية دلوقتي، وبالتالي دايما بنشك انها متفصلة عليها او معمولة ليها. الجهاز المصرفي بيعاني من سيوله زائده، لا ضرر من تمويل الاستحواذ عموما، اي استحواذ من خلال المديونيه وهو يعرف بالليفرج باي اوت، وده بيعمل قيمه مضافه عاليه طالما في الضمانات الكافيه او التدفقات النقديه المستقبليه المتوقعه جيده. وبالتالي في رساله، ودي مشكله تضارب الرسائل، هل احنا بنفتح وعاوزين ننشط ولا بنضع قواعد قيود اكتر؟ يعني بصراحة هل انت شايف ان هذه القواعد موجهة اساسا لصفقة سي اي كابيتال؟ اعتقد ذلك، لان انت بتتكلم هنا على ان هو القواعد دي بتقول انه التمويل موجه لهذا الغرض ينخفض من 2.5 ل 5% من اجمالي محفظه القروض للبنك الواحد، والا يزيد حد التمويل العميل الواحد والاطراف المرتبطه به على 0.5 على 0.5% من اجمالي المحفظه. واشترطت التعديلات ايضا عدم زياده اجمالي التمويل المقدم من خلال البنوك العامه في العامله في مصر بغادر تمويل عمليه الاستحواذ على 50% من قيمه العمله. يعني انت من عمليه قيمه العمليه 50% ده قليل قوي، لانه عموما الشركه اللي بتستحوذ بتعيد هيكله او بتضخ وبتبقى محتاجه اكتر، وبتعمل رفع ماليه او ليفرج عالي علشان تحقق ارباح تناسب المخاطر هي واخدها، وبالتالي 50% دي اعتقد انها نسبه قليله، محتاجين ان احنا نرفعها ل 80% على الاقل. بس مش من يعني بس برضو ممكن يكون في وجهه نظر تانية لصانع القرار هنا، هو انه انا عايز الفلوس تيجي من بره ما تجيش من جوه يعني. لكن فانت ايه رايك في ما هو احنا مش لازم كل سياستنا تبقى منصبه فقط على جذب الاموال من بره، الاموال هتيجي من بره اما المستثمر المحلي يبقى حاسس بثقه، اما الجهاز المصرفي يبقى شغال بكفاءه عاليه، اما يبقى في سرعه دوران لراس المال والتشغيل، لانه شركه بتستحوذ على شركه دايما بيستتبع ده قرارات جديده، خدمات جديده، منتجات جديده، ضخ اموال، بغض النظر الاموال دي جايه منين، احنا عندنا حاجه اسمها فيلوسيتي اللي هي سرعه دوران الاموال، ودي اللي احنا محتاجين نعجلها شويه لكي لا نصاب بالهبوط او الكساد اللي بيعم الاقتصاد العالمي. اسامه بصراحه لو كان الاهلي خد صفقه سي اي كابيتال تفتكر القرارات دي كانت طلعت؟
مش عاوز أأكد كده، بس هو الشك اللي بيخلينا نقول كده أو المجتمع. أنا شخصيا ما بشكش في القرض، أعتقد إن المركزي شايف إن في موجة من الاستحواذات هتحصل، وبالتالي بهذه المناسبة بيضع قيود. لكن فكرة إن بنك عودة الأول وافق على تمويل الصفقة ثم رفضها هي اللي خلت المجتمع المصرفي الاستثماري تقول بنك عودة جاله تعليمات أو قرر ما يسلفش، وبالتالي احنا شفنا إن أو تي إم بي هي اللي سلفت دلتون، وأكيد أو تي إم بي سلفت من الخطوط الائتمان اللي عندها اللي مش بتاعة استحواذ، وبالتالي بقت هي ليست محل لهذه قواعدها. بشكرك أسامة مراد رئيس شركة امباور للاستشارات المالية. إذن لكن احنا اكيد هنعرف لما يتم اقرار الصفقة تماما، صفقة استحواذ بلتون او يعني اوراسكوم من وراها لسي اي كابيتال.